تبقى فرحتك. واول لقاء لعبته اول لقاء لعبته مع النادي الاهلي رسمي كان في لعيبه ما تعرفش اسمي في الملعب فعلا. يعني اصلا رحت يعني كان كابتن زيزو كان ماسك مدير قطاع الناشئين في الفتره دي ساعتها وطلع درجه اولى وكان ماسك مكانه بقى كابتن عماد النحاس في مدير قطاع الناشئين. فلعبت ماتش الزمالك مع الفرقه ال20 سنه اللي هم سعد كانت فرقتهم كنا نلعب في الزمالك في حلم زاموره والماتش ده كنا لازم نكسبه عشان ياخدوا الدوري. فلعبت الماتش ده وانا كان عندي 16 سنه فكانوا بيتفرجوا علينا لعيبه الزمالك كلهم بالدرجه الاولى وكان كابتن حسام حسن ساعتها كان ماسك الزمالك على ما اعتقد كان مدرب الزمالك بالظبط على ما اعتقد يعني. فاتفرجوا علينا فتاني يوم بقى على طول كنت باجي اتمرن بقى مع فرقتي الصغيره 16 سنه رجعت العب اتمرن معاهم عادي. كابتن عماد النحاس مين كان مدربك في ال 20 سنه؟ كابتن سمير كمونه. سمير كمونه يعني شخصيته المحترمه اللي بحبها جدا يعني لعيب كبير اتعاملت معاه طبعا حضرتك لعبت معاه لعبنا معاه بره وجوه وكل حاجه. فجه بلغني كابتن عماد النحاس قال لي بكره كابتن زيزو عايزك في الدرجه الاولى فحتى رد فعلي مني قلت له ما تهزرش انت بتتكلم بجد؟ قلت له بتكلم بجد ايه يا ابني عيب يا ابني طبعا كابتن عماد النحاس وانا كنت لسه صغير ما تهزرش انت بتتكلم بجد قال انا هزر معاك ليه؟ طبعا بكره تبقى موجود في الدرجه الاولى فمش مصدقه يعني فرحه ان انا انت تتهزر معايا اصلا مين اللي يطلع درجه اولى استقبلوك ازاي اللعيبه؟ لا عادي اللعيبه هناك محترمه بتخش طبعا بتتعامل مع الناس طبعا مش محتاجه تعرفها طبعا لعبت الفريق الاول فانت بتقدمي نفسك طبعا رامي او حاجه فلا بيتعاملوا مع بعض بطريقه محترمه دخلت الاوضه انا اصلا عارف دخلت الاوضه دي انا عارف يا سيهان دخلت الاوضه لما يكون في ناشئ طالع وداخل غرفه بتتفرج قلق خجل انا عن نفسي قعدت ربع ساعه بره على الباب رهبه طبعا طب اخش ما اخش اخش ما اخشش لكن ليها رهبه علشان كمان والاشكال طبعا لما تشوف اللعيبه قدامك اللي انت بتشوفهم في التلفزيون وكان حلمك تبقى معاهم ايه بقى قول لي قول لي الدنيا دي كانت عامله وانت هتقول لنا وانا هقول لك ايوه لازم هو هيقول انا هيقول بس فكانت رهبه اول انك تدخل اصلا نادي الجزيره انا داخل مش فاهم اي حاجه فين اوضه اللبس فين الحاجه فطبعا مرنوا في مدينه نصر كنا بنتمرن في الناشئين في مدينه نصر فرايح طبعا انا اول حد شفته كابتن محمد بركات اول ما شفته ده الدنيا اتدمرت يعني طبعا انت عارف كابتن محمد بركات يعني جريء شويه اول كلمه انت يا ابني اللي جابك هنا يا ابني الكلام بهزار بهزار طبعا بهزار بس الكلام انت فاهم انا عارف مش عارف تاخده بهزار بجد انت بالرهبه طب انا شايف طبعا كابتن محمد بركات انت يا ابني انت فين بالظبط انت ايه اللي جابك هنا يا ابني انت جاي تتعذب يا ابني انزل تحت الناشئين تاني ريح دماغك ولا وجع دماغك فلا هو فكني شويه بقى هو اللي كسر الرهبه دي بالظبط كده بس في نفس الوقت انت قاعده بتتفرجي على اللعيبه انت قاعده بتتفرجي على اللعيبه ازاي بيلبسوا هيعملوا ايه لان انا مش عارف النظام هيلبسوا امتى بينزلوا امتى في مثلا ناس عند الدكتور في ناس بيعملوا حاجه فانت قاعده بتشوفي الامور ماشيه ازاي بالظبط كده قاعد من بعيد ساكت وبراقب كل واحد بيعمل ايه عشان اشوف انا بعد كده هعمل ايه مين اكتر واحد لفت نظرك بقى لا يعني مين اللي دخل لا مين اكتر واحد